تبقى على عاتقنا مهمة الدفاع عن الوطن. في البداية أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى شباب الحرار في الأردن، وأخص بذلك شباب الدوار الرابع وجميع الحراكات في مختلف محافظات المملكة التي أسقطت حكومة المبقي، حكومة الجباية، والتي أضرت وأساءت إلى جميع الشعب الأردني. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مختلف النقابات المهنية والتي قادت مشهد هذا الحراك العظيم. الإخوات والأخوات في الفريق مزار الجديد، لقد تعلمنا في مدرسة الوطن الأردني أن لا مجاملة لأحد على حساب هذا الوطن وشعبه ومؤسساته، ولأننا مدركون أن السيد رئيس الوزراء في هذه المرحلة هو رئيس من نوع آخر، حيث تم اختياره ضمن مقاييس وطنية وثقافية وشعبية لتدارك حركة الغول الشعبي المضادة بضرورة الإصلاح ومحاربة الفساد، والذي أسهم ترحيل حكومة الجناية والتجويع وسقوطها تحت سلطة الضغط الشعبي. أنت اليوم يا رئيس الوزراء أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية فردية تتعلق بتاريخ عائلتك الوطنية. فأنت ابن المناضل منيف الرزاز وأخ مؤنس الرزاز، وهو مناضل من طراز رفيع يعرفه كل الوسط الوطني الأردني. كما نتمنى أن يكون اهتمامك وشغفك بعالم الشعر والأدب مناسبا للانحياز إلى فقراء الوطن وطبقاته المعدمة، ونتمنى أن تكون تأملاتك الفلسفية مناسبة لرؤية الأردن بعين البحث باحث عن الحقيقة ومواطن الوجع ومتابع الخلل والفساد. أنت اليوم أيضا أمام مسؤولية وطنية تتمثل بوطن أردني أنهكته الديون والمحسوبية والفساد والتوريث، فهل ستكون أهلا لتلك المسؤولية؟ لقد رحل من قبلك رؤساء، فهل ستقرأ الدرس السياسي وتأخذ العبر من صروف الدهر وحركة الشارع؟ أريد منك أن تتحمل نزقي وحركتي في الدفاع عن الوطن وعن الشعب الأردني الذي منحني شرف التنفيذ في هذا المجلس، سيما وأنني لم أفارقهم وأفارق أوجاعهم في الشارع طوال فترة حراكهم الوطني الذي نفتخر ونعتز به في مختلف محافظات المملكة وفي العاصمة الحبيبة عمان. لقد قال أحد الفلاسفة ذات يوم إن العقل السليم لا يمكن أن يقف موقفا محايدا أمام أي مشهد من مشاهد الرذيلة. فهل هناك رذيلة أكبر من رذيلة الصمت عن الفساد وعن بيع الوطن والمقدرات؟ أي رذيلة تلك التي تعيشها حكومتك وأنتم عاجزون عن طرح برنامج التحول الاقتصادي على طاولة الحوار ومحاسبة من باع الوطن بالجملة؟ أي رذيلة تلك التي تعيشون وأنتم عاجزون عن تناول ملفات الفساد الضخمة التي تم من خلالها بيع الفوسفات والبوتاس والميناء والعبكري والكهرباء وشركة أمنية وشركة الملح والتبرعات الخارجية؟ أي رذيلة تلك التي تعيش حكومتكم وأنتم عاجزون عن تفسير الحروف في فاتورة النفط والغاز والتي تم من خلالها سرقة المليارات من أموال الشعب الأردني؟ أي رذيلة تلك التي تعيشون وأنتم تشاهدون تقسيم المجتمع الأردني إلى عديد في الوظائف الحكومية برواتب متهالكة وزهاد في الهيئات المستقلة التي استنزفت موازنة الوطن برواتب ومكافآت فلكية؟ أي رذيلة تلك التي تعيشون وأنتم تفتقدون الفريق السياسي عاجز عن فهم التحولات الإقليمية والتعايش معها بما يخدم الوطن؟ أي رذيلة تلك وأنتم تمارسون نفس النهج الجبائي برفع أسعار الكهرباء وتكرار نفس أسطوانة التسويف والترحيل وترحيل الأزمات؟ لماذا لا تقول للشعب الأردني الحقيقة يا رئيس الوزراء؟ لماذا لا تقول بأنك عاجز عن حل الهيئات المستقلة وعاجز عن فتح ملفات الفساد وعاجز عن محاسبة الفاسدين وعاجز عن تفسير الغموض في فاتورة النفط وإيرادات الدولة؟ لماذا لا تقول أنك خائف ومتردد ولكن ترد القرار وترحل مبكرا بإرادتك بعد أن تشرح للمجتمع الأردني كيف يدار الوطن؟ أنصحك يا رئيس الوزراء
إن كنت عاجزاً فتقدم استقالتك واترك في وجدان شعب الأردن الصورة الوطنية المشرفة لعائلة المواطن منيف الرزاز، ولا تجعل من محاولة استقبال الشعب الأردني مناسبة لتشويه تلك الصورة، أو عليك بمواجهة الفاسدين بشكل مباشر، وكلنا سنكون سندا لك. نريد منك أن تنتزع الولاية العامة من أفواه دماء الوطن ولسوسه لتمتلئ سنان المبادرة. تلك هي الحقيقة وتلك هي الخيارات، وإلا ستكون أمام حراك شعبي أنت تعرفه. فإما أن تختار الإنجاز لنفسك ولوطنك ولشعبك، وأما أن تختار الانحياز لمنظومة الفساد فتخسر نفسك وتساهم غيرك في ضياع هذا الوطن. ولأنني والشعب الأردني متركون لحالة التردد والمجاملة التي بدأتها حكومتكم منذ اليوم الأول من تشكيل هذه الوزارة، حيث كانت أشبه بتعديل وزاري على حكومة الأردن، فحملت معها أكثر من النصف من الحكومة السابقة سيئة السيئة. فأدركنا حينها أنك مسؤول الإرادة لتشكيل فريقك الوزاري، فكيف لك أن تغير الناتج الفاسد؟ وعليه فإنني أعلن هنا للمواسع الوطني بأنني سأحجب استطاعة حكومتك لأنني أحب الوطن، متمنيا أن تأخذ ما ورد في كلمتي كعناوين للقراء والتفكير. وأختم بما قال الشاعر عمر بريشي: والله لم أنتقدك إلا لأراك فوقني.